كتير قوي يا عم. ده الحمد عندي ايه؟ انا عندي خلاص مش الديون مش الديون. بس بقى موطني هنا انا بقى موطني هنا بقى عند الجماعه دول اللي في الارض وبنزرع الارض هنا وبتاع في المعرض. انا بس بقول لك انا هتقعد مشكلة الصرف. ما فيش صرف في البلد في القرية في العزبة دي مفيش فيها صرف. من الأرض بتاعتك؟ صرف الأرض. صرف إيه صرف أنت بالنسبة صرف إيه؟ يعني أنت قصدك الصرف الزرع بيشرب مية صرف؟ طب ما الصرف ده اللي بيرميه اللي بيرمي دي مش مية صرف دي مية حلوة اللي بتلوثها قرية منطاي ترمي فيها الزبالة. بترمي فيها الزبالة وبيرمي فيها الصرف. إحنا بنضطر هنسقي منين؟ تسقوا من الصرف. مش مستر بس الميه اللي جايه من الحنتلعه الحلوه اصلا هم اللي بيخلوها صرف. يعني البني ادمين اللي في منطقه هم اللي بيخلوها صرف. هنحليها احنا. اشتكوا قبل كده ان الموضوع ده بيأثر على شكاوي. ولبنا شكاوي طبعا بيأثر على الزرع بيأثر على البني ادمين كمان. مش في قلويات وفي بتاع وفي مواد سامه كمان وبعدين انت تبص تلاقي الناموس واحنا بندور المكن قريب الليل بيبقى حاجه صعب. يعني بندور المكن بالليل بيبقى حاجه صعب بالنسبه. شوفي اول مره طير حطير طير هنا بيعض الطير ده الدبان ده بيعض لو نفر بيبقى جسمه بيعض طبعا من الزباله اللي موجوده ومن المكان اللي هو مش ملائم للبيئه خالص او للبشر خالص. انا جوز منين؟ ايه؟ بروح اشتري كيلو ب 10 جنيه دلوقتي. استلم ب 20 بكام بقى كيلو؟